أنا ما كنتش أعرف يا بنت إنك قمر بالمنظر. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجسم ده؟ ده أنتِ بدر. أنا مش فاهمة يعني إيه علاقة الكف والفنجان باللبس اللي أنتِ ملبسهولي ده؟ كل شيخ وله طريقته، والرجالة بتحب المظاهر والمناظر، وإحنا اتفقنا من الأول ما تناقشنيش في ولا كلمة أقولك عليها. ماشي؟ ماشي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ. اهلا، تفضلوا تفضلوا. اهلا يا شيخ. حي الله من يانا. اهلا وسهلا يا شيخ. الحمد لله انا بخير، انتوا شلونكم؟ الله يسلمك، انتوا شلونكم؟ الحمد لله. الحمد لله. اما بقى يا شيخ، جايبه لك حته هديه هتشكرني عليها. تميمه، قنبله الفلك، كل اللي عايز تعرفه هتعرفه اكتر من اللي انت عاوزه. انت مو جايبه قنبله، انت جايبه صاروخ. شكرا شكرا. انا نص ساعه وهرجع لكم تاني. يا اهلا وسهلا، تفضلي تشرفين. اهلا وسهلا. يا تميمة، إيه اللي حصل بالحرف الواحد وأنا هفهم كل حاجة. امبارح بالليل بعد ما رجعت حسيت بالصداع الشديد قوي وكنت تعبانة، دخلت غيرت هدومي وقلت أخد دش، وفجأة عمر بيه بره وعايز تميمه. يلا يا حلوه قوميله.
انت مش هتيجي معايا؟ لا وانت لوحدك ما تخافيش. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلاً أهلاً فيك. شلونك اليوم؟ شلون حالك؟ الحمد لله الحمد لله. تسمحي لي أقعد؟ طبعاً تفضل. تفضلي. إيه ده؟ هذا علشان القرب والرضا. هذا عقد فيلا توني شاريها حقك، فيلا صغيرة علشان ترتاحين فيها. ايش فيك؟ قليل؟ شوية؟ لا بالعكس كثير. انت تستاهلين كل خير. نعم نعم ليش؟ ما تسافرش. حاضر حاضر ولا يهمك. فعليك ما تبيني اسافر؟ تبيني اقعد وياك؟ اقعد العمر كله. انا حاضر. عن اذنك. الو اسمعني، الغي الحجز. اي حجزي انا. انا اليوم ماني مسافر. ماني مسافر خلاص. الغي الحجز. شكرا. ها مبسوطة؟ مستانسة؟ كنا فاكرين ان مفيش فايدة، والحالة كانت صعبة قوي يا امير. الغارات والحرب كانت كل يوم والتاني، وكان مفيش فلوس، وكان كل اللي في نفسنا ان اليهود يسيبوا البلد ويخرجوا منها، لكن عمرنا ما استسلمنا ابدا. أنا بحب حكاياتك يا ستي، تقولي كمان. دي مش حكاياتي يا أمير، دي حقيقة. اوعي يا أمير في يوم تستسلم أو تبيع نفسك أو تفتكر إن ربنا حيسيبك أبدا. القوة إنك تقف وتعافر حتى ولو كانت الموجة عالية. إنك تاخد حقك ده شيء جميل، بس إنك تاخده غلط ده مش هيوصلك لأي حاجة. أو إنك ترخص نفسك عشان شوية فلوس هتروح مش هترجع تاني، تبقى بعت اللي جاي قبل ما تعرفه يا ابني. لازم تبقى عارف إنت إيه من الدنيا ورايح فين، مش أي موجة تجيبك وتوديك. وحرص على نفسك من شياطين الإنس قبل شياطين الجن يا حبيبي.